هذا خاصني تلقي دراتي نايف على مول البير هذا عشيه وغادي يجيب الباب ديالو ويقاد البير ديالو صافي حنا فما على مستوى الدوار هذوك البير اللي دار اليوم البيبان كلهم كلهم عندهم بيبان ديالهم كلهم عندهم البيبان ديال 2 متر صافي يعني بقى هذا اللي شي شويه هذا فعلا شي فيه غادي يخلق مشكل رجع على الطريق لا غادي نعيط له غادي نعيط له غادي نعيط على مول البير في العشيه غادي يجي صافي انت دار ذلك وحنا خصنا ضروري نغطيو بعدا هذا الشيء شويه على مول فاهم اش باش نغطيو بعدا بهذا الحجر هذا اللي كاين وبهذا الشيء على ما جا مول البير ايوه لكم شي حاجه ولا شي واحد باغي يقرب ولا كاين شي مشكل باش تبلغوا صافي تنسقوا معنا وتبلغوا لنا حنا راه غادي نديروا التدخل كاين شي بير اخر باقي عندكم الدوار مفتوح ولا شي حاجه مشيو ليه دابا ما حدنا كاين واحد ولكن مسدود مسدود ديال من ديالنا حنايا ديال ما فيه الماء ديال الجمعيه صافي نتوما غمضني الباب لا مسدود هو مسدود بالسيما سديتو بالسيما درنا ليه صافي هو اللي كاين في هذا الدوار هو اللي كاين في هذا الدوار ايوا صافي صافي نتوما المهم هذا اللي كاين هذا اللي فيه المشكل ها نتوما ردوا ليه ردوا البال وصافي واش بيك واش من بعد حتى شي حاجه صافي يجزيكم بخير بسم الله الرحمن الرحيم الاحسناء توفيق رئيس جمعيه او انسان للتنميه عندنا هذا المشكل تقريبا راه شي اكثر من 10 سنين هذه وهو محفور هنايا كان عندنا المشكل كان ما مغطي المهم درنا الشكايه للسلطات والحمد لله استجابت الدعوه وجاو حتى لعين المكان وهانتم تشوفوا تنشكرهم جزيل الشكر والسلام عليكم البير ديال المعصرة في الاول فاش كانت المعصرة هنا بعد المأساة التي أدت إلى وفاة الطفل ريان رحمه الله قررنا ردم هذا البئر الجاف رغم كونه مغلق لأزيد من 10 سنوات تماشيا مع قرار السلطات بجميع جهات المملكة المغربية تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.